بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. دروس من رمضان. الدرس السابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. التوبة هي الرجوع. التوبة في اللغة هي الرجوع، ففي الشرع هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى من المعاصي إلى الطاعات. قال الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم ترحمون. التوبة إلى الله مطلوبة في كل وقت ومن كل ذنب، ولكن التوبة في رمضان آكد لفضيلة الوقت، فيتوب الإنسان إلى الله توبة نصوحا، يعني خالصة. النصوح هي الخالصة، والشيء الناصح هو الخالص، والتوبة النصوح هي التوبة الصادقة التي تنبني على ثلاثة أركان. الركن الأول الإقلاع عن الذنب، يعني يترك الذنب ولا يستغفر بلسانه وهو مقيم على الذنب، هذه ليست توبة. الركن الثاني أو الشرط الثاني أن يعزم لا يعود إليه. الذي لا يتوب إلا في رمضان وفي نية أنه إذا انتهى رمضان يعود إلى الذنوب ويعود إلى الممارسات السيئة لا تقبل توبته، لأنها توبة مؤقتة. والمطلوب من المسلم أن يتوب إلى الله توبة مؤبدة، لا توبة مؤقتة، لأن بعض الناس يقبل في رمضان على الطاعة ويترك المعاصي ويتوب، لكن في نيته أنه إذا أفطر يعود إلى حالته السابقة. إذا علم الله ذلك منه فإن الله لا يقبل توبته. وكذلك الشرط الثالث الندم على ما فات، يندم على ذنوبه وسيئاته التي فرطت منه، يتوب إلى الله توبة صحيحة لا يعود إلى الذنب مرة ثانية. هذه هي التوبة التي يتقبلها الله. أما التوبة باللسان غير التزام للشروط المذكورة فإنها لا تنفع صاحبها. كثير من الناس يقول استغفر الله وأتوب إليه، لكن ترى سلوكه مخالفا لما تلفظ به. الله سبحانه وتعالى يعلم ما في القلوب، فعلى المسلم أن يتوب إلى الله توبة خالصة سائغة في رمضان وفي غيره، ولكن في رمضان آكد، لأنه شهر التوبة، شهر الاستغفار، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى واليقظة من الغفلة، فيتوب إلى الله وتكون توبته مستمرة طول حياته حتى يتقبلها الله سبحانه وتعالى، لأن شهر رمضان رجاء القبول والإقبال على الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين، فالله جل وعلا هو الذي يقبل التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وإذا تاب الإنسان يتوب توبة عامة، لا يتوب من بعض الذنوب ويبقى على الذنوب الأخرى، بل يتوب إلى الله من جميع الذنوب والخطايا، ويعزم أن تكون توبته مستمرة في رمضان وفي غيره حتى يكون ذلك مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يعلم ما في القلوب. قد يكون الإنسان يتكلم بلسانه وقلبه ليس كذلك. هذه طريقة المنافقين، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. هذه طريقة المنافقين
أما المؤمن فإنه يتواطأ قلبه ولسانه على التوبة وعلى ذكر الله وعلى العمل الصالح حتى يكون عمله مفيدا ونافعا له ولا يكون تعبا بلا فائدة. فعليه أن يكثر من التوبة باللفظ وبالقلب ويقول أستغفر الله وأتوب إليه بلسانه وبقلبه وبسلوكه أيضا، يكون مستقيما على التوبة والاستغفار ملازما لطاعة الله، ينوي الاستمرار على ذلك إلى آخر حياته حتى تكون توبته مقبولة عند الله سبحانه. وهذا ليس خاصا في رمضان، لكن لما كان رمضان شهر العبادة وشهر إقبال القلوب على الله والقلوب تلين في شهر رمضان، فإنه مظنة التوبة أكثر من غيره. ولكن إذا تاب إلى الله ليس في رمضان فقط، وإنما يتوب إلى الله دائما وأبدا، فيكون رمضان موقظا له فقط، موقظا له إلى التوبة وحفظ بقية حياته على طاعة الله سبحانه وتعالى. وكذلك لا يؤجل التوبة إلى أن ينزل به الموت، فإنها لا تقبل. وليست التوبة للذين يعملون السيئات إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. صلى الله العفو والعافية والسلامة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.